في الرياضة، بطولات في أفريقيا دائما هناك أجواء احتفالية. طبعا بعد نهاية كأس الخليج تمنع العديد من شراء فعلا التذاكر والتوجه إلى جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا لتعد بلد بعض الشيء ليس يعني ليس فعلا المعيشة هناك غالية، والتذاكر للجوء إلى جنوب أفريقيا ليست فعلا بالسهلة أمام جميع. ايضا الاتصالات في عالم افريقيا ليس سهلا حاليا، وليس مثل اوروبا والولايات المتحده او بعض البلدان الاخرى. اذا هذه اسباب عديده بالاضافه الى الادوار الاولى من البطولات دائما تكون خفيفه الحضور فيها، الحضور الجماهيري يكون خفيف. تعد البطوله في ادوارها المقبله على فعلا ان يزيد الحضور الجماهيري، فكان هدف اللجنه هناك ان تبيع 500,000 هي ما زالت لم تباع في بأكملها، وأن الحضور ومستوى التهديف في هذه البطولة ما زال متدني جدا. ففي 8 مباريات شهدت فقط 13 هدفا، وهذا مستوى منخفض بعض الشيء لمثل هذه البطولة ومثل هذه الفرق ووجود اللاعبين والأسماء الكبار في هذه البطولة. شكرا لك نتالي. البداية من بطولة أمم أفريقيا، المغرب تتعادل مرة أخرى وتحافظ على أمال التأهل. أسود الأطلس هو بعد تعادل أول مع أنغولا. جنوب أفريقيا أعتلت صدارة المجموعة الأولى بعد فوزها على أنغولا بهدفين من دون رد، فوز اقترب به منتخب. بعد المباراة اعتبر مدرب جنوب أفريقيا أن الطريقة التي لعب بها كانت مخاطرة فيها، فيما لم يسلم طاقم التحكيم من انتقادات المدرب الأنغولي. في البريمير ليج وضمن مباراة مؤجلة من الجولة 19، أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه وجري. في عالم التنس وبطولة أستراليا المفتوحة، السويسري روجي فيدرير يبلغ الدور نصف النهائي من المنافسة. المصنف الثاني عالميا فاز في ربع النهائي. في منافسة السيدات، المصنفة الثالثة الأمريكية سيرينا ويليامز تودع البطولة من الدور ربع النهائي. سيرينا خسرت أمام الأمريكية الشابة. سمعت الأخبار الرياضية. في الرياضة على اسماء مدن في العالم مثلا بنغازي مثلا ممكن. بالعوده الى الحديث الاهم والرياضه، هو ان الان مع كل النجوم الكبار في مسيرتهم الكبيره وكل ما يحفظ، فهم يحفرون فعلا اسمهم في الاراضي الذي جنوب افريقيا ورأس الأخضر. أول مباراة الثانية التي جمعت بين منتخب المغرب وأنغولا، وكان التعادل السلبي هو سيد الموقف ولم تشهد المباراة أي أهداف. كان المنتخب المغربي متأخرا في البداية، إنما عاد يدرك التعادل في الشوط الثاني، وتنتهي المباراة بنتيجة 1-1 ويخرج الفريقين بنقطة واحدة إضافية في الترتيب وفي نقاط الترتيب. أما المباراة الثانية والتي كانت تجمع ما بين منتخبي جنوب أفريقيا، صاحب الأرض طبعا والذي كان يلعب أمام جمهوره، فحقق فوزه الأول في هذه البطولة. إذن بهذه الحسابات يتصفى الفرص متاحة أمام كل الفرق من أجل التأهل إلى الدور المقبل وهو الدور الربع النهائي. فإذن الجولة الثالثة هي ستكون حاسمة بالنسبة لكل الفرق، ولكن المهمة أمام المنتخب المغربي بعض الشيء صعبة، لأنه في مواجهة صاحب الأرض والمنتخب جنوب أفريقيا الذي يعد الفريق الأقوى في هذه المجموعة. أما بالنسبة لرأس الأفضل الذي يعد مفاجأة هذه المجموعة ويقدم أيضا أداء مميز في أول مباراتين، فهو في مواجهة أنغولا وفرصه من الأمكن القول هي أكبر من فرصة أنغولا في التأهل إلى الدور المقبل. ربما الضغوط التي وضعت على منتخب الذي يستضيف فيها بطولة كبرى، أولا كانت بطولة كأس العالم في 2010 والآن بطولة كأس أفريقيا، فهو أمام بطولة كبيرة من أجل طبعا ليس فقط أن يقدم مستوى كبير، ولكن أيضا أن يؤكد أنه على أد هذه المسؤولية في استضافة أحداث. وحتى الآن فهو يعاني كما ذكرنا في الساعات الأولى من الضعف الجماهيري الموجود. إذن هذه كانت الترتيبات. اليوم هناك انطلاق الجولة الثانية من المجموعة الثانية الكونغو، في هذه الواحدة وجمهورية وفريق النيجر بولا أي نقطة في المركز الأخير. كان جديدا هو ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 19، أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه وجاري وستهام. مساء الأربعاء كل المباريات مؤجلة في البريمير ليج بالديربي اللندني، عندما يلتقي أرسنال وويستهام في ملعب الإمارات. في مباراة البريمير ليج ننتقل لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، سوانزي سيتي يتيح بضيفه تشيلسي في الدور ما قبل النهائي بعد نتيجة أقصى أستون فيلا بعد أن كان قد أقصى. نهاية الأخبار الرياضية، العودة إلى الما وجري.
في الجولة الثانية لمباراة المجموعة الأولى كان منتخب جنوب أفريقيا بعد فوزه على نظيره الأنغولي بهدفين من دون رد. كف منتخبين متأهلين عن المجموعة الأولى لربع النهائي ستتحدد يوم الأحد بعد إجراء فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة. لقاء المباراة اعتبر مدرب جنوب أفريقيا أن الطريقة التي لعب بها كانت مخاطر بها، فيما لم يسلم طاقم التحكيم من انتقادات المدرب الأنغولي. ديال عودة إلى أسامة. أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات في المباراة المؤجلة بفوز على الضيف المتأهل من مواجهة سوانزي، وتشيلسي سيواجه في النهائي فريق الدرجة الثالثة برادفورد سيتي الذي وصل مفاجأته وأقصى أستون فيلا بعد أن كان قد أقصى أرسنال أيضا. في التنس المصنفة السادسة الصينية لينا تتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة بكرة السلة الأمريكية، فريق جولدن ستيت يتمكن من الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر ب 104 نقاط مقابل 99. أخبار الرياضية. المنتخبين المتأهلين عن المجموعة الأولى لربع النهائي ستتحدد يوم الأحد عند إجراء فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة. لقاء القمة سيعرف أول متأهل رسمي إلى ربع النهائي إن نجح المنتخب المالي في الفوز على نظيره الغاني. أما المباراة الثانية الأولى إذن في المجموعة التي تلعب مبارياتها في مدينة بورت إليزابيث ستجمع المرشحين الأقوى عن تأهل. المباراة الثانية الليلة عن المجموعة الرابعة فستجمع جمهورية الكونغو التي قدمت أداء قويا في الجولة الأولى. الليغ الإنجليزية أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات في مباراة مؤجلة بفوز على الضيف والجاي ويست هام. البريمير ليغ ننتقل إلى مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. سوانزي سيتي يطيح بضيفه تشيلسي في الدور ما قبل النهائي بعد نتيجة التعادل. مواجهة سوانزي وتشيلسي سيواجه في النهائي فريق الدرجة الثالثة برادفورد سيتي الذي وصل مفاجأته وأقصى أستون فيلا بعد أن كان قد أقصى أرسنال أيضا. المصنفة السادسة الصينية لينا تتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة بفوز على روسيا ماريا شاراكوفا. الأمريكية فريق جولدن ستيت يتمكن من الفوز على أوكلاهوما سيتي ب 104 نقاط مقابل 99. ستيفن كاري ساهم ب 31 نقطة